بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان وكل وان ده الدور كلها امين. كنا الفتره اللي فاتت بنتكلم عن الصوم والتوبه وعلاقتهم ببعض، وقد ايه ان الصوم فتره حلوه للانسان يقدر يحاسب فيها نفسه، يقدر ان هو يهذب جسده ويؤدب روحه عشان يقدر يوصل لدرجة حلوة من الصوم، يستفيد من الصوم اللي هو صايم. النهاردة هنتكلم عن سر من الأسرار إحنا بنحب نتمتع بيها في خلال فترة الصوم الكبير، وهو سر مسحة المرضى أو القنديل العام زي ما الكنيسة بتطلق عليه. والحقيقة في فرق كبير قوي بين سر مسحة المرضى وسر أو صلاة التبريك في المنازل. سر مسحة المرضى الكنيسة وضعته للمرضى اللي موجودين في البيوت اللي ما يقدروش يجوا الكنيسة، وأبونا بيروح يصلي لهم صلاة القنديل عبارة عن 7 صلوات بيصليها أبونا، وفي الآخر بيدهن المريض بالزيت مرة ويعدي عليه كل يوم لمدة 7 أيام، يبتدي إن هو يرشمه بالزيت كل يوم لمدة 7 أيام من بعد صلاة القنديل. والحقيقة لو حبينا نرجع لسر مسحة المرضى نلاقي السر ده مرتبط ارتباط بحد كبير بسر التوبة والاعتراف. سر التوبة والاعتراف بيشفي الإنسان روحيا، ولكن سر مسحة المرضى بيشفيه نفسيا وجسديا، وبكده يكتمل سر مسحة المرضى اللي هو سر الشفاء. طبعا السر ده احنا ما جبناهوش من عندنا، لكن جبناه من الكتاب المقدس. معلمنا يعقوب الرسول في إصحاح الخامس آية 14 يقول كده: فليدعى كسوس الكنيسة ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض. علشان كده سر المرضى مرتبط جدا بسر جميل قوي، هو سر حلول الروح القدس النعمة على هذا السر عشان يقدر يتمم الشفاء للإنسان. سر الروح القدس بيحل على الزيت، فمادة السر نفسها زي ما اتفقنا في كل الأسرار احنا عندنا مادة لكل سر، زي صلاة التبريك في المنازل السر أو المادة بتاعتها تعتبر إيه؟ المية. من خلال الصلاة على المية وأبونا بيبتدي يرش المية للبيت عشان تبقى بركة للبيت كلها. طبعا الزيت هو المادة اللي بيحل عليها الروح القدس فبيكسبه قدرة على الشفاء. والحقيقة لو عدنا ندور في كتاب المقدس في العهد الجديد هنلاقي كده في إنجيل معلمنا مرقس آية 6 إصحاح 6 سوري آية 13 يقول كده: اخرجوا شياطين كثيرة وادهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. يعني ربنا أدى للتلاميذ أنهم يخرجوا الشياطين ويدهنوا المرضى بزيت. هنيجي نلاقي في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح العاشر نيجي نلاقي السامري الصالح اللي عدى على الرجل اللي كان مضروب في الطريق استخدم معاه خمر وزيت، وكان الخمر بالتطهير والزيت للشفاء. الخمر طبعا كان بيرمز لدم المسيح الشفاء الروحي، والزيت لعمل الروح القدس. وطبعا الجزء ده كان سيد المسيح لما أدى المثل ده كان بيتكلم عن نفسه، عن أنه هو غريب الجنس أو وحيد الجنس، كان بيتكلم عن نفسه أنه هو الطبيب الحقيقي. لكن طبعا اللاوي والشماس اللي عدوا اللي كانوا مستعجلين وهم دول الكهنة بتوع العهد القديم ما كانش ليهم أنهم يقدروا يشفوا أي حد أو يقدموا شفاء لأي إنسان، لكن المسيح هو الطبيب الحقيقي اللي يقدر يشفي كل مريض. عشان كده الآباء دايماً بيقولوا حاجة حلوة قوي في الكنيسة، لما يكون إنسان مريض قبل ما يتجه للطبيب لازم يتجه للطبيب الحقيقي المشفي الحقيقي ربنا يسوع المسيح،
ونبتدي ان احنا نتجه بعد كده للاطباء. من الحاجات الحلوه قوي ان احنا بنتمتع بيها هو سر مسحه المرضى. معلش سامحوني في اللي هقوله، احنا ساعات كتيره قوي احنا كلنا بنحب في الصوم الكبير ان الاباء يجوا يعملوا لنا اناديل في البيت. الحقيقه الانديل للمرضى، او لو الحد في عنده حد في البيت تعبان بمرض نفسي او مرض فيه مصارعة مع شياطين، نقدر إن إحنا نعمل ونجيب أبونا يصللنا في البيت صلاة الأنديل. ولكن الحلو إن أبونا يجي يصلي صلاة تبريك بركة للبيت أحسن بكتير قوي. صلاة الأنديل بتصليها الكنيسة في الأنديل العام يوم جمعة ختام الصوم، علشان بعد ما صمنا الصيام الكبير ده كله 55 يوم، يجي الكنيسة تقدل لنا إيه، انتوا شكلكوا كده من كتر الصوم تعبتوا، تعالوا خدوا من الزيت اللي هيشفيكوا من الامراض الروحيه والنفسيه والجسديه. الاختلاف بين الانديل وصلاه التبريك ان صلاه التبريك لازم يكون ابونا صايم والناس اللي في البيت صايمين، ولازم يتصلى بدري، ما يتصلاش بعد القداس، يتصلى قبل القداس. لكن سر التبريك في المنازل ممكن يتصلى وابونا بعد القداس، ممكن يكون ابونا فاطر، ممكن بالليل والناس يكونوا في البيت فاطرين، لان دي صلاه للتبريك. فالزيت لمسحه المرضى للنعمه اللي ربنا بيديها على هذا السر، لما بيحل بسر ابونا بي الله وسر صلاه جميله قوي ابونا بيقراها في الوقت ده، فبيحل ويحول هذا الزيت لنعمة كبيرة. ربنا بيتحرك من خلال هذا الزيت ليتم الشفاء للإنسان المريض، لكن المية بتبقى لبركة للمكان والزيت بيمنح الشفاء. عشان كده تعالوا النهاردة هناخد أول صلاة من الصلوات الحلوة. هنتكلم الفترة الجاية كلها عن الصلوات السبعة. هنتكلم عبارة عن أوشية، وعبارة عن بولس، وعبارة عن الإنجيل، ونشوف الارتباط اللي بينهم هما الثلاثة. والحقيقة من الصلوات الحلوة قوي اللي بنبتديها في الكنيسة أول حاجة أوشية المرضى، وبعد كده أوشية المرضى نلاقي رسالة معلمنا يعقوب بيقول أمريض أحد بينكم فليدعى قصوص الكنيسة، وبعد كده نلاقي الإنجيل بيتكلم عن زكا. طب إيه العلاقة؟ لأنه زكا كان مريض وهو بعيد عن ربنا، لكن لما ربنا دخل بيته حلت البركة في بيته، فابتدى إن هو يشفى من مرضه الروحي ويشفى من مرضه النفسي اللي هو كان عنده الأنا والإحساس إن أنا أحسن من الكل، ويبتدي يقرب من ربنا. فسمع الصوت الحلو اللي يقول له اليوم قد حدث خلاص لهذا البيت. وبعد كده أبونا بيختم كل صلاة بطلبة حلوة جميلة من أجل المرضى الموجودين في المكان، إذا كان البيت أو إذا كان الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.